الأكبر باسم السيد الأمين العتبة. نرحب بالسيد الحاكم كربلاء المقدسة المهندس السيد جاسم الخطبي المحترم، السيد رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة المحترم الدكتور قاسم الإسلامي حياكم الله، السيد مدير عام التربية في محافظة كربلاء المقدسة الأستاذ عباس حمدان السلطاني، أهلا ومرحبا بكم. إدارة العتبة العباسية المقدسة المجتمعة تحت دائما توفيقاتكم عوائلنا الشريفة الحضور جميعا بحفظ العناوين والألقاب المباركة. أهلا ومرحبا بكم ونحييكم بصلوات. العميد التعليمية برسوخ الزمان وابتداء رحلة التربية والتعليم في أصحاب العتبة العباسية المقدسة تدل علينا اليوم بواحدة من أساطيرها ورسائل سلامها واطمئنانها إلى العوائل الكريمة وإلى المجتمع الكربلائي أجمع. ويتتسبب اليوم بحضوركم البهيج في حفل التسليم الشرعي لمجموعة العميد التعليمية للبهيج استكمالا وإتماما لبرنامج نصف الدين ب450 مكلف. ليس الجمال بأثواب تزيننا، طبعا ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب، ليس اليتيم الذي قد مات والده، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وقفة لنستمع وإياكم إلى ألحان نشيد العام الوطني يليه نشيد الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة المرسوم بلحن بالذات وقوفا مع التغذية. فقط الدكتور علي السعود الأحمدي، نستقبله وإياكم بالصلوات العالية. العتبة العباسية المقدسة والتي تريد المبالغة من خلال اسم التربية والتعليم العالي فيها، هي أن نستعين بها أخلاق كالجسد بلا روح، فإذا كانت الأوطان تبنى بالعلم فهي تبقى وتحيا بالأخلاق، وتتجسد الأخلاق بعدم مخالفة الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، ولأجل عدم المخالفة لا بد من العمل بالتكليف، ولا بد أن نهدي أبناءنا طريقا مبارا مليئا بالعلامات الإرشادية والتنبيهية نهايته النجاح والفلاح، لا طريقا مظلما نهايته الخسران والضياع. ومن هذه الجمعة الطاهرة التي هي إحدى بطار السيد المال والإبار وحامل السوار المولى أبي الفضل عليه السلام، نقدم نصحا لأنفسنا ولشركائنا أولياء الأمور الكرام، فاليوم كل الآباء والأمهات في زحمة هذه الحياة منهمكون بالعمل من أجل توفير عيش جديد وتعليم جيد لأبنائهم، وفي اعتبار هذا الاهتمام لنتوقف برهة من الزمن ونقول لأنفسنا ما أفضل ما نقدمه لأبنائنا، فهو رعاية أم تربية؟ إن الاشتغال بتوفير ذلك دون الالتفات إلى بناء شخصية وكيان لهؤلاء اليافعين، شخصية يراد لها أن تكون متكاملة في الأخلاق والعلم والورع، فإن عدم الالتفات لهذا يجعلنا كمن يضعهم على سفاة في النار والعياذ بالله، فتكليفهم تكليفنا فأعينونا بقوة، وقد أدرجنا مجموعة من التحديات التي علقناها في هذه المسجلات لتحاكي بها وعيكم أيها الشركاء، لتتحد أيادينا وأياديكم من أجل تكريمها والوقاية منها. أيها الحضور الأكارم، يؤكد أهل البيت عليهم السلام على عدم اقتصار تربية الأولاد على الأبوين فحسب، بل هي مسؤولية اجتماعية تقع أيضا على عاتق جميع أفراد المجتمع، فيقول الإمام الصادق عليه السلام: أيما ناشئ نشأ في قوم ثم لم يؤدب على معصية فإن الله عز وجل أول ما يعاقبه فيه أن يوقف عن أخلاقهم. فالإمام عليه السلام يحدد المسؤولية الجماعية عن التربية الحسنة، ويكشف عن الترابط القائم بين التربية والتعليم وموجبات إدراء الرزق وحفظه. إن لهذه الدقائق والساعات من تواجد أبناء العبيد في هذه الرحلة الطاهرة وأمام أهلهم وأهلهم، يراد لهم أن تطبع بأنفسهم بدون اهتمام بهم، فهي لحظات من المسؤولية والتوفيق، لحظات للانتقال للجهل الإلهي، لحظات للشعور بالمسؤولية نحو ما اختاره الله لتكريم الإنسان، لحظات للدخول في مصدر المؤمنين، ويكون تذكر هذه اللحظات لقدر الزمن كالموجه الذي يخفف المسار إلى قد شقه شأن من الجنة والخلود، وتحت الدعاء بهذه الرحمة الإلهية ترفع الأيادي بالدعاء بإذن الله كلمة هذا الوطن مرجعيتنا الدينية، أورق الله ظلها وزاده ولن يحفظ بلدنا الكرام، ونقتبس من دعاء من كان القلوب له وتدعو له بنعت الحفاظ، وأقول اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية عبارة عن مجموعة من الدروس التوعوية والدروس الفقهية والتطرق إلى أهم المسائل الابتدائية التي يحتاجها الشاب في هذه المرحلة العمرية. وكذلك البرنامج يتضمن تطبيقات عملية لأهم الواجبات مثل كيفية الوضوء وكيفية الصلاة الصحيحة. وحقيقة هذه المبادرة لها أثر في نفوس أبنائنا، إذ نلاحظ أن الولد أو البنت بشكل عام عندما يكلف ويقرر على الحد التكويني والعناية به سواء الشاب بأنه بدأ يعلم واجبات المجتمعية الله عليه وما له. كل من يشوف الابن مالته إذا وصل هاي المرحلة يتذكر شلون طفولته وهاي الفترة اللي راح يتحمل بها المسؤولية، وهاي المشاعر يعني ما تقدر توصفها كلمات أو ما تقدر تعبر عنها. طبعا أشعر بالافتخار، أشعر تقديري لنفسي وبين الأجر والمدرسين والمدير الخاص بالقطاع الصناعي من أهلي ألقاهم فخورين بي بأن أكون كلفت لصاعد مكاني. كان هذا واحدا من البرامج الإثرائية التي تعتمدها مجموعة العميد التعليمية في أن تستكمل مشروعا تنظيميا خدمة للمتعلمين في هذه المجموعة. وفقا لهذا الحاصل يقول شعر العتبة العباسية المقدسة السيد محمد الياس بن سفير أجر السنة بوصف هذه الأجواء: هنا صدرت تصاريح من العبرة، هنا صدرت تصاريح من العبرة على أرض الإباء من قسمة الحضرة إلى أبناء مدرستي. أخبركم من المتحدث بلسان الحال، هذه المدارس مدارس أبي الفرد سلام الله عليه وسلم. إلى أبناء مدرستي أخبركم لكم أن تحضروا الدورات كالدورة، عليكم تكبيركم يا بني جودي إخلاصا وكل منكم قطعا. أريد بحجكم قولا لهم فعلا، أريد بحجكم عبرا لها عبرا، ولا تنسوا بأن الله يعلم وبرضا الله وتوفيقه نواصل في مسيرنا في تدريسنا على خطى الإثبات للأطهار. نحو منصة التجارة الجلالية نطلب السمع وطاعة ونحكي عن الجسد على قبول إنا على العهد باقون ونحسكم فينا مسافرون وبتربيتكم لنا طاعون. كانت موجودة في العهد إلى أن ربى وسعد وانحنى طول الدهر بتفريغ ولده ورب سماوات الأماني ويدعك الروح لتربيته ولدها أحسن ذكرك أهل العبيد. مسير في الوفاء والإحسان والشكر والإقبال إلى تلك الدماء الزاكيات والتضحيات الجسيمة للشهداء العظام من أبناء العالم الحديث. أهلا بمؤسسة مجموعة العميد التعليمية، أهلا بكم يا صفحة الآباء والأمهات، أهلا بكم وأنتم تحملون من إيديكم كتاب الله عز وجل وتسيرون على خطى الأئمة الأطهار، أهلا ومرحبا بكم في كل وقت. جميلة هي هذه الصورة وجميل هذا المشهد وأنتم تشاهدون في رؤوس أعينكم أبناء العميد وهم في هذه مجموعة العميد المقدسة نسمع الصلوات بأعلى الأقوال. الآن الصلوات مستمعة من العوائل الكريمة والصحبة ومن الطلبة. هلموا وارتقوا القسة، هلموا اسلموا الأمة بحبل واذكروا النعمة في منهج الحكمة وبمنهج العصمة اسندوا الرحمة. محمد علاء وحسن عباس وعلي عبد السلام لكم المنصة. لقد طويت اليوم سن طفولتي، لقد طويت اليوم سن طفولتي، وبدت سني لا يمسك لحيتي، ولقد بلغت من الحياة أشياء سأقولها للنفس أن تحفظ بني. الحمد لله الذي به روحي نبتت جميع الساعة الثانية، وهذا